خليني اروح لواحد من نجوم نادي الزمالك السابقين، ويمكن كان معايا قبل الماتش بيوم كابتننا الكبير، وكلمنا على مباراه سموحه والصعوبات اللي بيواجهها نادي الزمالك. كابتننا الجميل والكبير وصخر الدفاع نادي الزمالك ومنتخب مصر كابتن هشام يكن. كابتن هشام تحياتي ليك كابتن. تحياتي ليك يا كابتن محمد، اخبارك يا ابو الكباتن؟ وحشنا حبيبي، الله يخليك. انا لسه شايفك من يومين. ما احنا كنا بنتكلم عن الماتش. مبروك طبعا يا كابتن لنادي الزمالك، ثلاث نقاط مهمين. رايك في الماتش ورايك في الفوز ده؟ لان يعني فوز ممكن نقول ان هو مش بالاداء الجمالي اللي دايما ممكن يكون نادي الزمالك بيتعود عليه او جماهيره متعود عليه، ولكن بيخرج نادي الزمالك من منطقه ممكن تكون صعبه جدا يعني. اكيد طبعا اللقاء كان الماتش اللي فات، تفتكر يعني اللعيبه استعادت الدرس، وافتكر نتيجه ان هم لموا بسرعه اوراقهم وابتدوا يشتغلوا في المباراه اللي فاتت. يمكن طبعا ما كانش فيه وقت تصليح الاخطاء، لكن اعتمدت من وده الكلام اللي انا كنت قلته لك المره اللي فاتت. صحيح يا كابتن، اعتمد على قطاع الناشئين او اللاعبين اللي صغيرين. صغيرين يعني الحته دي بتدي طابع كويس، اللعيبه بتبقى عندها حافز اقوى، عايز يثبت وجوده النهارده، عايز يثبت مكانه بشكل كبير. طبعا انت عارف ان هم بقى لهم سنتين ثلاثه قاعدين على الخط مثلا، يعني ادي سيف جعفر ظهر بشكل كويس، مار، يعني المجموعه ابتدت، يعني اللعيبه الصغيره دي هتدي دافع قوي للفريق، وده اللي حصل. وكان يمكن تبص هتلاقي وش كباله طبعا لما لعب المباراه اضاف خبرته في حاجات كتير جدا استغلها لصالح الفريق، وقدر يلعب ويبعد الشوط الاولاني بشكل جيد جدا. فريق نادي الزمالك ادى مباراه طيبه الشوط الاولاني بشكل حلو قوي. وطبعا انا بقول ده التغيير اللي حصل نتيجه انك انت استمديت القوه بتاعتك من ابنائك نفسها. تمام. وبعد كده تبتدي بقى ايه تشتغل عليها. لو انت انا عملت الشوط الاولاني انك انت تجيب ثلاث اهداف طبعا في مباراه زي دي، وزيزو طبعا فاق مع وجود شيكابالا ومع وجود سيف واكثر من لاعب، كانوا يعني افتكر هم اخذوا الدرس واستوعبوا الدرس بشكل كبير جدا، لان لو كان حصل نتيجه عكسيه او اي حاجه كانت هتاثر على شكل الفريق ووضعه في الدوري طبعا. فطبعا انا يعني بحييهم الماتش اللي فات، قدروا يلعبوا بشكل حلو قوي، وده افتكر هتبقى خطوه جميله الفتره الجايه ان هو يعني نادي الزمالك يبتدي يرجع تاني الخطوات، وده نتيجه لمه اللعيبه مع بعضيها. وانا يعني انت عارف دايما يا فاروق لما يبقى اللعيبه تحس بان في حاجه ممكن تهز موقفهم، افتكر ان هم ممكن يكونوا لموا بعضهم وابتدوا يشتغلوا لمصلحتهم ومصلحه نادي الزمالك. ده حقيقي. طيب كابتن، يعني رايك في التراجع اللي حصل في الشوط الثاني، هل ده بتشوفه ان بالرغم ان انت كسبان ثلاثه ان ده تخوف ان الماتش لازم يطلع كده، وبالتالي حافظ يعني انت مش في حالتك فحافظ على الثلاث نقاط، فكان حصل تراجع بالنسبه للعيبه يعني برايك او في للفريق؟ مش ما اعرفش بقى هل دي تعليمات ولا اللعيبه واحساسهم ان هم عايزين يخلصوا الماتش بالشكل ده خلاهم يتراجعوا التراجع ده يا كابتن هشام؟ لا هو طبعا انت عارف برضو يعني انت لازم تبقى فاهم ان الفريق الاخر لازم يبقى ليه وجود برضو، يعني ما ينفعش ان هو بينزل المباراه ويؤدي مباراه سلبيه، اكيد هيبتدي يشتغل ان هو يعوض او يعمل، وده اللي خلاهم ان هم قدروا يجيبوا هدف، يعني اشتغلوا على نفسهم. التراجع ده بيجي نتيجه الاستهلاك الجهد الكبير والتركيز العالي اللي دخلوا بيه اللعيبه. انت فاهم برضو عارف محمد، يعني اي مباراه وخصوصا بعد نتائج كانت يمكن سيئه للغايه، وكانت طبعا يعني نادي الزمالك ما كانش مر بالمرحله دي قبل كده، لكن النتائج اللي كانت السلبيه الفتره اللي فاتت خلت اللعيبه تركز بشكل كبير بالماتش اللي فات، لان ما كانش عندهم غير المكسب، لان بعد كده هتخش على الماتش اللي جاي، انت عارف ماتش برضه مهم جدا، لو لا قدر الله حصل حاجه انت بتبعد افريقيا. صحيح. فيبقى انت النهارده خسرت كل حاجه، وما كانش اللعيبه طبعا دي هتبقى بشكل كبير، يعني افتكر ان هم يعني ممكن يكون الموسم ده نهايه لبعض اللعيبه كتير قوي. لكن لو استردوا عافيتهم واستردوا قوتهم واستردوا ادائهم، وافتكر برضو ان الجهاز الفني ليه عامل، وافتكر ان الراجل طبعا استخدامه للعيبه زي ما قلنا ابناء النادي ادى فرصه اكبر وحصل تغيير. انت برضو زي ما انا قلت لك قبل كده، وجود اللعيبه اللي لسه ما اخدتش طابع لعب نادي الزمالك
محتاجين لسه، لان ممكن يكون بيقدم شكل كويس داخل الملعب، بيجري بيعمل مجهود الحاجات دي كلها، لكن انا بقول ايه، التتبع عشان يتتبع باداء نادي الزمالك لازم ياخد وقت شويه، وده شيء طبيعي يعني. عشان كده يعني عايز اقول ان ده الاحداث اللي حصلت في الشوط الاولاني تركيز عالي جدا، ادى الى طبعا الشوط الثاني انك انت التغييرات اللي حصلت، واهم حاجه المكسب في الاخر يا كابتن. في الاخر انت بس 3 بونت.